بحضور رئيس الوفد الحكومي المفاوض هادي الهيج وعضو الوفد حسن القبيسي، عقدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بمحافظة مأرب عقدت مؤتمرا صحفيا تحت شعار الإفراج عن المخفيين قسريا بوابة مفاوضات السلام. كشف عن وفاة 239 تحت التعذيب وتعذيب 1249 من المختطفين ومن المخفيين قسريا. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل محمد سالم الجداسي. بهدف تسليط الضوء على قضية المخفيين قسريا وعلى رسم سياسي محمد قحطان، أقامت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين مؤتمرا صحفيا تحت شعار إطلاق المخفيين قسريا بوابة مفاوضات السلام. أكد المشاركون في المؤتمر الصحفي على أهمية الإفراج عن المختطفين والمخفيين كخطوة أساسية نحو تحقيق السلام والعدالة قبل أي مشاورات قادمة. والحقيقة هذا المؤتمر الصحفي نحتاج أن نوضح فيه موقف الدولة والحكومة مما يمارسه الحوثي من أحكام إعدام واختطاف للأشخاص من الشوارع ومن البيوت، وعندنا إحصائيات متكاملة بهذا. وناهيك عن الأخ محمد قحطان المخفي لعشر سنين دون الوصول أهله إليه، والحكومة بشكل كامل والدولة بشكل كامل تطالب أن يكون قحطان أولا، وأعلن ذلك الأخ رئيس مجلس القيادة. كشف المؤتمر الصحفي انتهاك الجسيمة والجرائم الشنيعة التي تمارسها الميليشيات الحوثية الإرهابية بحق المختطفين والمخفيين قسريا. في هذه الفعالية التي تتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، حيث قامت جماعة الحوثي بتعذيب حسب الرصد الذي وصل إلى الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين 1249 تم تعذيبهم في سجون ميليشيات الحوثي من الرجال والنساء وكذلك حتى صغار السن. الذين تم قضوا تم تعذيبهم حتى الموت في سجون جماعة الحوثي 239 شخص، منهم من هؤلاء 5 أطفال وامرأة. جماعة الحوثي أصدرت أحكاما غير قانونية على المختطفين المدنيين، هناك 70 حكم أو 70 قرار إعدام صدرت عن جماعة الحوثي بحق 70 مختطف، منهم فاطمة العرولي، وهؤلاء 70 لا زالوا في سجون جماعة الحوثي حتى اليوم. رصدنا 31 حالة إخفاء قسري تم اختطافهم من منازلهم مدنيين، وتم إخفائهم في سجون جماعة الحوثي حتى اليوم. في ختام المؤتمر الصحفي دعت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى مناصرة قضية المخفيين قسريا في سجون ومعتقلات الميليشيات الحوثية. المؤتمر الصحفي تزامنا مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وهذا المؤتمر سلط الضوء على قضايا والانتهاكات والجرائم التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، وعلى رأسها الاختطافات والإخفاء القسري، وإعلان موقف الوفد الحكومي بأنه لا تفاوض إلا بالإفراج عن محمد قحطان وبقية المختطفين في سجون الحوثي، الذي وهناك مختطفين مدنيين لم يحملوا السلاح، وهذه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب.